يعني هناك اتهامات كثيرة وكبيرة من اللجنة الأمنية العراقية لسوريا بأنها تأوي بعثيين، بأن أسلحة تصل عبر سوريا إلى الإرهابيين في العراق، وهناك الكثير. هل سماحتكم طرح هذه الأمور؟ طرحته، وقالت الحكومة السورية أنهم مستعدين أن نجلس ونتحاور من هذا القبيل، ونمنع إذا كان هناك دخول نمنعه بواسطة جيوش عراقية وسورية وما إلى شابه ذلك، ودخول أسلحة ودخول إرهابيين ووجود بعثيين. يقول أنه هاي سوريا قدامكم، تعالوا دوروا على البعثيين، لكن لا تدخل طرف ثالث يا حبيبي، العراق وسوريا، لا تدخل أمريكا، لا تدخل المحتل، لا تدخل إسرائيل بالموضوع. إحنا أخوين شقيقين جارين، وندري ان الاشكال الرئيسي كان ضد الهدام شنو؟ انه علاقته مع الجيران سيئه. نعم. فاحنا هم نكرر نفس المأساة، خل يكون هناك علاقه طيبه حتى يكون هناك تطور بها، ولا اذا كانت هناك علاقه سيئه يكون التطور بس بالسيء. نعم. وليس التطور بالحسن لو صح التعبير.